لتقرأ حزب مقبنا مدهانيت بافاتاين لدرسون دمي قبا يعلم تينا درجت ماستاوكو ليلانيا وتكرت ياغنية قدينو بتقوامو يادقاوش دايركتر ميكيل ريان بساتوت مابراريا بإتوبيانا بتقرأي منغست يتدرسو سمن منت أس دساش بيهونم كادمونم بيهون سب أوير داتا يالقدب يمي درس بات منغد مزقات مكل كلم النبرب باتن بلوال يتقرأي حزب باهونو ساعت أفاتاينينا لهولوم تدراش يميهون يالتقدب يمقبنا يمداني تاقربوت ياسفل قوال إرداتاو لهولوم يميدر سبت ينداجنا تشكر كاريقربوتم وساينو بمالت حاسبات شون قل سوال يسلام سمين منتو وان علاما سب او إرداتا بافات اي ماس قباتنو يالوت دايركترو لتقرأي هزب إرداتا لما درس يميدر رقوترت يازلك اكسايهون بتكرت لسرابتي قبال يالو بتن حاسب بركاتوش ايتقارو تملكتنال بتعزة يعيدر ريفرال هوسبيتال ياللون يمدهاني تترت بتلا يو جزيات سياسة وقمت طوال زاريم لإثيوبيا يسنو همومان مهبر قلس دبدابي صفال يدبدابي واننايزت بتقرأي بمدهاني تتوت يتسك عيونا يموتو ياللوتن يسنو همومان لمتادق يمياس چلو يهك مننا مقل غيا قصا قصو چندك أربولت يميتا يكنو بتلا بتكتاتا يمي وسدو مدهاني توچنا انسولين بهوسبيتالو اندلي لنو دبدابيو ياسفرو يهوني تاتاديا يالما قفون مهبر سبك قلبي سبرهونوال بكينيا يمي كهيد ودردر تسفاسيكنا يمي برتاتا بيهونم جيزي لما يسطو رهابنا همم جن أفاتاين مفتيهنو يمي أسفل لغو بمهونم لتقرأي هزب بافاتاين سب أوي دقاف لدرق اللت مسارتا غاقل قلوتوش لكفتو اللت يقبال يهم بافاتاينينا يالمنم كدمهونيتا متكبرا لبت ستل ميرجان فان ريسن بتويتر غزوه أسفرا لج يا أمبغننو إساياس وتدروش بتقرأي حزب لا يجمروتن قفنا شفشفا أهونم كتلو بتالي أمبغننو وتدروش يا أبيين منغست بمدقف بتقرأي حزب لا بتكفتو جنوسايد إجاتشو بونجل شكي طوال بدوب أفريكا يتدرسو يسلام سمن منت يا أمبغننون بغيشت يمنور تلك في اللاغوتن يمياس وقد بمهونو سمن منتون داي ساكا يتلا يسيرا وشن يفتسمي جنيال بتقرأي حزب لا يميفتسمون شفشفا مكتلوم يزيهو ما سايانو مرجاون دمينا غرنتاريا يا أمبغننو إساياس وتدروش بورارا بيازواتشو يتقرأي አካባቢዎች በንጹሃን ላይ አስከፊ ጭፍጨፋ እየፈጸሙ ይገኛሉ። ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት በትዊተራቸው ባጋሩት መረጃ ያምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች በከፍተኛ የህዝብ ንብረት ዝርፊያ ላይ መሆናቸውን አመላክተዋል። ከዝርፊያው ባልተናነሰ ንጹሃንን በግፍ እየረሸኑና ደማቸውን በግዳጅ እየቀዱ መሆናቸውን ተደጋጋሚ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። እነዚህ ጸረ ህዝብ ኃይሎች ታዲያ የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ ለማጥፋትና ለማዳከም ሀብት ንብረቱን እየዘረፉና እያወደሙት ይገኛሉ። ሌላው ቀርቶ ለአጨዳ የደረሰና የተከመረ እህል በማቃጠል ህዝቡን ለማራቆት የሚሄዱበትን ርቀት አሳይተዋል። ይህ የሆነ ያለው ዘላቂ ሰላምን ያሰፍናል የተባለው የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በሳምንቱ መሆኑ የስምምነቱ እንቅፋት ሊሆን እንደሚችል በመገንዘብ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ በአምባገነኑ ኢሳያስ ላይ የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ በመግለጽ በርካቶች መረጃውን ተጋርተውታል። سنكتل ودح مرا يميوس دنين مرجان نملكة تالن بمعراب تقرأي بحمرا نا كابيوا سأرى سلام هايلوشنا يا أمباغننو إساياس وتدروش بركاتا تقارون بأفسا يتلع يوسر بيتوش لاي ماقوراتشو يتاوسال بحمرا ماقوريا بمان نتاچو بيتشا تاقورو ينبرو تقارو كماقوريا بيتوت تو بس أرى سلام هايلوش تاجبو بحايا سدست تسابي مكينوش تجنو ودال تاوك أسفران ده توسدو يمي قلس مرجات ملكة تنال بمكينة يتوسدو تنان تسيهون أمباغننو إساياس يتقرأي هزبن بتورنت لماتفات يال ለመሆን እቅድ ለመተግበር ከውስጥ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር የተለያዩ ሴራዎችን እንደሚፈጽም ማሳያ እየተባለም ይገኛል። የአሜሪካው ሆሎኮስት ሙዚየም በደረገጹ ያጋራው መረጃ በርካቶች በአንክሮ እየተመለከቱት ይገኛሉ። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጄኖሳይድ ለማስቆም ያለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርብና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ሲያሳስብ ቆይቷል። አሁን ላይ ደግሞ የሰላም ስምምነት ተፈርሞ ስምምነቱ ተግባራዊ የሚሆንበት መንገድ እየተዘረጋ ይገኛል። ሆኖም በርካቶች ስምምነቱ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ የፈጸሙትን ወንጀለኞች ተጠያቂ ላያደርግ ይችላል የሚል ስጋት እያነሱ ናቸው። ይሄው ሆሎኮስት የተባለው ድረገጽ ታዲያ የተጠያቂ ታሰራርን መተግበር ሰላምን ያረጋግጣል የሚል መሰረታዊ ሐሳብ አንስቷል። ስምምነት መልካም ቢሆንም ወንጀል ፈጻሚዎች ተጠያቂ እንዳይሆኑ የሚያድበሰብስ ከሆነ ግን ዘላቂ ሰላምን አያመጣም የሚል አመክንዮ የቀረበበት ሐተታ ነው የበርካቶችን ትኩረት የሳበ መረጃም ሆኗል። የኢትዮጵያና የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አዛዦች በናይሮቢ ውይይት ያካሄዱ እንደሚገኙ ይታወቃል። በርካቶችም የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ተግባር ላይ ለማዋል እንደሚያግዝ በመግለጽ አጋርነታቸውን እያሳዩ ናቸው። አሜሪካ አንዷ ናት። የናይሮቢ ውይይት ተቀዳሚ ዓላማ በትግራይ የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶች መጀመር መሆኑን አስታውቃለች። ይህ ሲባል ግን ሰብአዊ እርዳታና መድኃኒት ለትግራይ ህዝብ ማድረስ ከምንም በላይ የሚቀድም መሆኑን ነው አሜሪካ ያስታወቀችው። መረጃውን ቢቢሲን ጨምሮ በርካቶች የተጋሩት ሲሆን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ
ሚኒስተር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስን መግለጫ መነሻ አድርገዋል። ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ የአሜሪካ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ያሉበትን መረጃ ታዲያ በርካቶች እየተጋሩት ይገኛሉ።